قبل أن نواصل وإياكم موضوع القمار، طبعا كالعادة بعض الرسائل تأتيني عن سوء مستوى الدعايات التي تعرض في البرنامج، وأنا أبرأ إلى الله سبحانه من كل دعاية سيئة تعرض خلال برنامج زوايا، مع أنني نبهت كثيرا لكن للأسف أسأل الله أن يهدي القائمين على من يضع هذه الإعلانات بين هذا البرنامج، وأنا أطلب من المشاهدين دائما بعد نهاية كل فقرة أن إما أن يغلقوا التلفاز أو يحولوا إلى قناة ثانية بعد دقيقتين ثلاث دقائق يرجعون مرة أخرى، لأن للأسف الدعايات كل الرسائل أنا ما أشوفها هنا في البرنامج، أنا ما أدري إيش قاعد يعرض أصلا، لكن كل الرسائل تدل حتى الإخوان في الكنترول على أنها ليست يعني مناسبة أبدا ولا تليق بهذا البرنامج. نرجع مرة ثانية موضوع القمار.